طب احنا بقى يعني ايوه نقف على السلايد دي بعد اذن حضراتكم. هو الواقع والمشكله والمستهدف، الاجراءات دي هي متسقه ومتكامله، يعني لا يمكن ان انا اخد حزمه من الاجراءات واسيب حزمه اخرى من الاجراءات ما اخدهاش، لان المشكله مش هتتحل. احنا زي ما قلنا في الكثافه السكانيه، احنا توسعه وانشاء المدن الجديده مش هو الحل الوحيد، لان يجب خلخله العمران القائم، ودي احد الاساليب اللي بتستخدم في خلخله العمران القائم، وهنيجي لده بالتفصيل نقول احنا عملنا ايه. طيب مساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموغرافي للسكان، احنا عايزين نقول ان عدد سكان الاقليم ابتدى يزيد من كونه بيمثل 16% لانه بيمثل 21%، انه دلوقتي انه وصل ان هو بيمثل في 15 23%، وده خطر كبير جدا ان حوالي ربع السكان بيتواجدوا في نطاق جغرافي واحد. طيب المدن الجديدة في 2015 ساهمت بإيه؟ كانت بتستوعب حوالي 4.5 مليون نسمة. احنا متخيلين بقى لو ما كانش مدن الجيل الأول اللي كانت اتعملت حتى 2015، كان عدد سكان الإقليم القاهرة هيوصل لـ24، وهتصل الكثافات فيه لـ1200 و1500 نسمة على الفدان، وهيبقى فعلا مدينة ميتة ما فيهاش حركة على المحاور. فخامة الرئيس قال احنا نقدر نعمل مدن جديدة كتير، ولكن التحدي هو ثقافة الانتقال للمدن الجديدة بدل البناء على الأراضي الزراعية. طيب التحدي ده هنقابله ازاي؟ بزيادة المحفزات للانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة. ده بيتم عن طريق ان احنا كل المجتمعات العمرانية الجديدة اللي بتنتج بيخلق فيها فرص عمل جديدة في مناطق صناعية ومناطق حرفية فيها شبكات من النقل الجماعي المتعددة، وزي ما عددها سيادة الفريق كامل، فيها رفع وكفاءة رفع شبكة الطرق الرئيسية والداخلية، توفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية زي ما هنشوف النهاردة، وجود جودة حياة أفضل في ومناطق مفتوحة ومناطق خضراء وفراغات للأطفال، استخدام أحدث التطبيقات في المدن الذكية، وبالتالي العمران اللي احنا بننشده في المجتمعات العمرانية الجديدة ليس عمران للسكن، هي فرص للعمل وفرص لتحسين جودة الحياة، فرص لبيئة أفضل للحياة، حياة أفضل من حيث ممارسة الأعمال والسكن. طيب الرؤية المستقبلية للمدن الجديدة، احنا من 2014 حتى الآن في خلال الـ7 سنوات تم إضافة 8 مدن جديدة أخرى، 2 في اتجاه الشرق و4 في اتجاه الغرب، بقى عندنا 10 في شرق القاهرة أو شرق الجمهورية، لأن احنا هنا هنتكلم بقى على شرق الجمهورية وغرب الجمهورية، وزي ما أشار فخامة الرئيس هنقول الدور اللي بيلعبه إقليم شرق الجمهورية وغرب الجمهورية في خطة التنمية على المستوى القومي كلها هتيجي إزاي. الاستثمارات اللي تم ضخها من خلال وزارة الإسكان في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت 400 مليار جنيه، ده بخلاف المشروعات بتاعة الهيئة الهندسية ووزارة النقل.